ايه بقى الاساليب اللي بيتدرب بيها الاطفال، ومن سن كام الناس تبدا تهتم لو هم عندهم شغف لعب السلاح؟ زمان كان البداية من يعني من 10 سنين، ده النورمال. دلوقتي من 5 سنين ممكن الولاد يقدروا يلعبوا. دلوقتي في ادوات بلاستيك ما كانتش على ايامنا واحنا صغيرين، احنا اول ما نعم. بدانا لعبنا بالحاجات الحقيقيه يعني. دلوقتي في ماسك بلاستيك، سيف بلاستيك، فخفيف، فيقدر يتعلم بيه عن طريق جيمز. احنا كل لعبنا مع الاطفال بيبقى عباره عن جيمز، انا ما اقدرش اديله التكنيك او طريقه الحاجه بطريقه مباشره، أي. لا كله عباره عن جيمز، يعني العاب صغيره. وطبعا بنسيبهم بقى يعني يعيشوا الماتش سوا بحريتهم، ما يبقاش في قيود في الاول، لغايه ما يبتدي بقى يوصل لسن هو يدرك شويه، فابتدي اعلمه بطريقه ادق شويه. فوائد لعبة الألعاب اللي هي ليها علاقة بالمبارزة، هل دي ليها عائد نفع نفسي على الأطفال اللي بيلعبوا ده، أو اه الشباب طبعا. اللي بيلعبوا ده بصفة عامة يعني؟ بص، هي لعبة السلاح عامة بتخليك تقدر تفكر، لأنها بتشغل مخك في الأساس. كنت في بحث قريته إن الطفل الضعيف في الماث ممكن يلعب سلاح، نسبة يعني ذكائه وطريقة حله للماث بتزيد. دي صور للأطفال ده يعني. فارس، 8 قول لنا سنين عليهم بقى كده. اه فارس ده 8 سنين بقاله سنة بيتمرن معايا، لسه واخد مركز سابع في بطولة كأس مصر تحت 11 سنة. ما شاء الله. هو ما شاء الله شاطر جدا جدا وشغوف باللعبة. هي ايوه. عامة اللعبة دي اللي بيكمل فيها اللي شغوف بيها، اللي مش بيحبها مش هيعرف يكمل فيها. دي صورة ده حضرتك فارس، معاكي فارس. اما خد الميدالية. في كام لعيب حضرتك بتشرفي على تدريبهم او بتدربيهم ممكن يجي منهم في الفتره اللي جايه، ممكن يبقوا ابطال في الفتره اللي جايه لما يكبروا؟ في طبعا. يعني مدرب بيبقى عنده سنس ان هو يقدر يحس اللاعب ده هيجي منه ولا لا على المدى الطويل، بيبقى ملكه كده. كام لاعب مثلا، اساميهم، بص، ايه اللي في بيميزهم؟ فارس انا متوقع ان هو يبقى حاجه ما يكبر، وفي عمر برضو، وفي بنوته اسمها مريم. هم يعني دول لسه هم دول؟ صغيرين. ده احمد اللي على الشمال، ده احمد، تمام او في النص مريم، وبعد كده فارس. تمام هما جاي يعني. مريم دي صغيرة، مريم دي بدأت 5 سنين ونص. ما شاء الله. هي دلوقتي عندها 6 وشوية. سيف هو اللي فارس، فارس هو اللي فارس دي أول بطولة ليه السنة دي، كانت أول بطولة. بس هو يعني لعب مثلا 12 ماتش في البطولة، كسب منهم 6، فطبعا ده يعتبر حاجة كويسة جدا في أول بطولة ليه. فوائد نفسية انت اتكلمت عليها، فوائد جسمانية بقى، يعني هل اللعبة دي بتفيد اللاعب جسمانيا؟ السلاح بيحرك كل عضلة في جسمك، رقبتك، رزغك، ظهرك، وسطك، فانت جسمك كله بيتحرك، وعشان تجيب اللمسة بتجيبها في أقل من الثانية، فانت عايز قوة انفجارية تبقى عالية جدا عشان تقدر تجيب اللمسة. وبرضه احنا عندنا، احنا بنلعب بطولتنا بتبقى طول اليوم، يعني ممكن تبتدي بطولة الساعة 8 الصبح تخلص الساعة 3 الظهر، فانت طول اليوم بتلعب، فانت عايز تبقى عندك قوة تحمل عالية، وجسمك على طول يبقى مستعد. يعني انت بتريح شوية وتلعب شوية، تريح شوية تلعب شوية، مختلفة برضو عن انك تلعب ماتش وتمشي. فلا، عايز طبعا قوة عضلية كويسة.